قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال فيها الجهود بذات تقرب الأمال. حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. الدنيا حواليس. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا بالاستاذ زكريا والاستاذ صالح. استاذ؟ لا وينكم يا رمر وينكم؟ انا الصبح انتظركم. ما عليه اسمح لنا، تاخرنا في الطريق تاخرنا. ما مشكله، تفضل 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 استاذ تفضل. تفضل 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 تفضل. حياكم الله، تفضلوا استاذ. حياكم عمي. انت متاكد انه هذا الرجال ما هو ذاك الرجال اللي يتكلم عنه برا؟ اسكت لا تفضح، اسكت شك عمرك. نعم استاذ مسعود، خبرونا انك طالبنا عندك في المكتب، عسى ما شاء ما من شر، والله لا يجيب الشر ان شاء الله. وانا بدخل في الموضوع على طول، والموضوع هذا مفاجاه لكم. تفضل تفضل استاذ، بس احط في بالك عندي ثانويه عامه. شوف يا صالح، اللي مثلنا كبرنا على هذه الشغله، والافضل ان نرتاح لو باي طريقه. زين بس بصراحه بعدنا الحين ما فهمنا شيء، ايش قصدك يعني؟ سمعوا زين، انا عندي حالكم عرض بس بشرط. هم موافقين؟ اكيد ترضي يا عمي. اسكت انت، خلي الرجال يتكلم. حتى خلي ما نسمع كلامه. تفضل اخوي مسعود، نبغى نسمع عرضك. ايش هو؟ عرضي انكم تجلسوا في البيت او انكم تشوفوا لكم شغله ثانيه في اي مكان، ولكل واحد منكم شهريا 50 ريال من عندي. انا موافق. اسكت انت، موافق موافق كل شيء موافق. والله العظيم بعدنا يا اخ مسعود ما فهمنا بعدنا قصدك، يعني ليش هاي 50 ريال حليش؟ سالتني كل حاجه ولها مقابل، والمقابل هنا انكم تسجلوا بالوزاره على اساس انكم تشتغلوا معي في الشركه، وانا ما اريد شيء منكم. انا عن نفسي موافق. اسكت انت، وانت ايش مستفيد؟ انا قلت اللي عندي، بس لا تنسوا انكم لو اشتغلتوا اي مكان ثاني ما تسجلوا مره ثانيه بالوزاره، لان هذا الشيء ممنوع. انا قلت لك موافق. ها وانت يا صالح؟ والله ايش اقول لك يا استاذ مسعود، عطنا مهله كمين يوم وان شاء الله برد عليك. تمام، بس بسرعة. عمي ليش بعد مهلك كم يوم 50 ريال؟ سكت سكت
مثل ما خبرتك ان شاء الله كلها كم من يوم وبرد لك الجواب ما يهمك. معقول صاحب شركة يعطي فلوس للموظف ولا لا تشتغل؟ لا 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 لا، هذه المسألة بعدها ما تخلق مخي. وليش يريد يا حسن جديد الوزارة؟ خير؟ ليش ما نايم لحد الحين؟ تو انك انك رايح تنام. خير وش اللي صاير؟ الحين بنام. نام انت نامي. اقول صالح، وش سويت في موضوع الخدامة؟ ترى انا عندي خدامة بخمس نجوم. والله انا اللي طلعت لي خمس نجوم في راسي من سالفة الخدامة هذه. الله عظيمكم حيين. إذا حصلت شغل بميتين ريال وفوقهن الخمسين بيكون ميتين وخمسين، وعلشان أجمع المهر فوقهن ميتين وميتين وميتين، يعني كم سنة بيكون؟ سنة؟ ثلاثة أربعة خمسة وعشرين سنة. إنزين لو كان معاشي 250 يكون 300، يعني كم أحتاج لي ما أجمع المهر؟ واكد أصبحنا وأصبح الملك لله. خير إن شاء الله. إيش فيك تكلم نفسك؟ إيش توارق بعد من صباح الله؟ هذا الريوخ جاهزة. أنا قلت ما يصير تروح الشغل من غير ما تتريقوا. عم تمسوي ريوخ أول مرة؟ هذه يبغى ترجعني موضوع الخدامة. أنا عارفنها. أنا أحسن لي أروح الشغل. سيا سيا فاضي على هالسوالف هاي ودعاس. أقول لك زكريا، أباك تقنع عمك في موضوع الخدامة. ترى شي خدامة جاهزة. إنزين وبعدين ما يصير إن نحن نودرها، ما يصير إن نحن نودرها. وقول له إن هذه الخدامة ترى كل الناس تضارب عليها. وقول له بعد إن هذه الخدامة تراها تطبخ قبولي وبرياني. زكريا يا عمي خليك تسوي بس تجرعان جرطه. زي عمي زي بس قليل الموضوع هذا علي عمي. روح يا زكريا ولد ابو زكريا، الله يوفقك يا اخوي. لا تستعد، كلها يوم ولا يومين وبرد عليك. وهي اكدت لي انها تريد الخدامه، وانا بصراحه وعدت، وهي جارتي وعزيزة علي. إن شاء الله كلها يوم ولا يوم. مع السلامة. نعم، مؤسسة سليمة ترحب بكم. شين ميم عين. أهلا 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 وسهلا. نعم سيارة. أقول عمي. إيش عندك؟ ليش ما تجيب خدامة حل عمتي المسكينة اللي تتعب مسكينة كل يوم من الخمسين ريال اللي يعطيهم حالك مسعود؟ اسمعني يا زكريا يا ود أبو زكريا، أنا عارف إن أبوك مطرشك عندك هني عشان تهلكني وتعذبني ويرتاح من مشاكلك أنت. شوف إذا جبت سيرة هاي الموضوع مرة ثانية في أول سيارة بطرشك البلد. خلاص عمي خلاص خلاص، ما نريد خدامة ولا شيء، خلي عمتي تهيس بس ما نروح البلد. مسعود هذا عمي بعد ما يتفهم على طول البلد وبأول سيارة. بس ترى عمتي إذا ما جاتها خدامة تراني بظل آكل عيش متروس ملح كل يوم أشرب طوي. نعم ما بيسدني أشيل الملوحة هذه، أسوي إيش؟ أرضي من وأخلي من؟ إيش السالفة ما؟
من نص ساعة أشوف إيش رايحة وجاية، كلمش ودي ما تردين. بس ما شغل هو هذا الحل. حل؟ وإيش المشكلة عشان يكون الحل؟ الأرض. صالح لازم يبيع الأرض. أقول لك ليش أنت ما تكلمي في الموضوع؟ وليش بعت إنه يبيع الأرض؟ لأن سعرها الحين زين، وإذا باعها بيسوي له مشروع ها صغير وبيجيب لي خدامة. دائما حجته ترى أنه ما عنده فلوس. في ذاك السالفة أنا بتأخر على الدوام. يلا مع السلامة. طبعا ما حد تعبان غيري في هذا البيت، جالسة في البيت مثل السجن. لكن ما عليه. تعرف يا عم صالح، احنا جالسين تعب عمرنا بهذا الشغل ما منها فايدة. ايش قصدك يعني؟ هاي الشغلة ما نكده وتعب ما تجيب فلوس. روح شوف هذا اللي يشتغلوا في البورصة. وايش يودينا احنا الله يهديك في البورصة؟ هذه الشغلة تبغى لها واحد عنده فلوس يعني راهي. هذا الكلام ما صحيح. أنا لي واحد من أهلي فجأة طلع وصار واحد من أصحاب رؤوس الأموال ومن لا شيء. إيش هذا الكلام اللي تقوله؟ معقولة؟ أقول لك شيء. قول. سوي كمان أنا وعمي 50 ريال زينات كل شهر، وبعدين باكر تشتغل في مكان تحصل 200 ريال، عندك يطلع لك 250 في الشهر. إنزين، ما سألت نفسك ليش مسعود يعطيه 50 ريال ويقول لك تجلس في البيت؟ كيف ما سألت نفسي؟ طبعا سألت نفسي بس ما حصل جواب. زين، أنا بفهمك إيش هي السالفة. هذا الشغلة سهلة، تشتري وتبيع، بس لازم تعرف متى تشتري ومتى تبيع. وإذا ما بغيت تقوم بهذا الشيء بنفسك ادفع الفلوس بس أنت خذ الأرباح. والله فكرة زينة، بس هذه الشغلة مضمونة؟ حتى أنا الحين جالس أفكر أنزل مبلغ وأترك هالشغل المتعب. زين، ليش ما كل الناس اشتغلوا هذه الشغلة ما دامها بهذه السهولة؟ لأنهم يخافون على فلوسهم، وبعدين ما كل الناس تعرف كل هالتفاصيل. والدليل أنت ما كنت أعرف حاجة إلا يوم أنا خبرتك. كل ما زاد المبلغ بتزيد الأرباح، والألف غير عن الألفين، والألفين غير عن الـ20. وإذا باغني أنا شغل فلوسك تراني جاهز. زين، 200 ريال كم يجيبوا تتوقع؟ المناقصة رست علينا، والحين نريد عمال ضروري. ترى أنا معلقين إعلان إن باغين عمال عمانيين. يا بني آدم افهم، عمال عمانيين ما أريد، هذول رواتبهم عالية، وبعدين الواحد بيشتغل لك كم شهر وبيروح يدور على وظيفة حكومية، أو إنه بيكسب خبرة وبيروح شركة ثانية. أستاذ، أنت ما وحدة قلت لي إنه ما راح يعطوك مأذونيات زيادة، وإيش تسوي؟ أقول لك، صالح زكريا إذا رفضوا زيدهم 10 ريالات، بس أريدهم يروحوا الوزارة يسجلوا في أسرع وقت ممكن. إيش هذا الكلام اللي تقوله؟ أنا كنت حاس إنه في شيء وراء هذا الكلام. المشكلة يا عم صالح إنهم ما يعرفوا إنه بهذه الطريقة جالسين يسيئوا للبلد. الحين عرفت. يدفع لي 50 ريال واجلس في البيت علشان يسمحوا له بمدونيات أكثر. هاي سالفة جديدة. شوف كيف الحنقة. وبهذه الطريقة هو بيختار له العمال اللي ما يعطوه شغل زين. أنا وبعدني. وطبعاً هو ما خسران، لأنك لو حسبت اللي بيعطيه العامل الوافد بتحصله ربحان، والمشكلة بتطيح عليكم انتوا الاثنين، لأنكم في نظر الوزارة ما تشتغلوا. عموما أنا قلت اللي عندي وانتوا أحرار. انتم ليش ما تشتغلوا؟ ما بنشتغل غصب، خلي شغل حالك. يلا عليه. أنا قلت يا أبوي تراني إن هذا الوجه ما وجه خير، وجه نحس. أعرف إنك عمي. إيش تقول؟ ما سمعت. أقول أخطب قدامي، هل نروح يلا بشي؟ عمي 50 ريال ببلاش جايات. ها انتو على وين رايحين؟ طيب وش تريدون أسويكم يعني؟ انزين، وإيش رايحين؟
رأيكم إني راح أزيدكم بدل 50 ريال 60 ريال؟ زين زين زين، حتى لو 100 ما أريد. أنا ودي أشوف مسعود هذا بنفسي وأكلمه، لكن للأسف ما موجود. أنت مسكين مثل الدمية، يحرك كيف ما تريد. لو 100 زين. اسمعني، خبر مسعود هذا وقول له صحيح أنها هي شركة مقاولات تبني وتعمر بيوت وبنايات، لكن في نفس الوقت تهدم بيوت. سلم عليه وقول له إنه شركتك أنت من خراب بيوت وعمار عقارات بيوت أيضا. بروح على قدامي يا مرشي. يا طيب لو سمحت بغي هذا المكتب بطالب عمال عمانيين. مكتب بطالب عمال عمانيين؟ نعم. خلاص أبوي سكروه، ما في شغل، ما شيء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على نعمة العقل. حسبي الله ونعم الوكيل عليك، بعدك ما فهمت؟ سير. أنا بصراحة ما أقدر أمسك الموضوع أكثر من كذا، وإذا أنتوا ما تريدوا الخدامة خلاص تراهم بيسافروها. انتظري شوية لحد ما أقنع صالح، لأن صالح مشكلة الراتب. معقولة يا فاطمة؟ ما عندكم كمين ريال تعطوها بالشهر؟ المسألة ما بهالسهولة، أنت تعرفين صالح ترى يحسبها على البيسة. وإيش تريديني أسوي؟ ماشي غير حل واحد، إنه يبيع الأرض. الأرض؟ خلاص المشتري جاهز وفلوسه جاهزة نقداً، ريال فوق ريال. ما ليش انطلقتي كذي؟ ايش انت تاجري في الأراضي؟ لا بصراحة فاطمة حبيت أساعد. المهم لا تنسي موضوع الخدامة، تراها فرصة ما تتعوض. يلا عيل بخليك، لأني بروح أجهز الغداء. دقيقة دقيقة خط بس. الأرض خبرتيني عنها، وين موقعها؟ أي مكان ورقم القطعة؟ هي زاوية ولا على الشارع؟ شفيك بابا ما لحقت على الحافلة؟ وفي حد يجي يشلك؟ ليش قال لباس روح؟ انت ما بتشوف؟ انت ما خمار؟ والحين يا صالح ايش بتسوي؟ منين بتجيب فلوس؟ ايش الحل؟ في ايش يفكر عمي الحين؟ معقوله يكون محصل شغل وما يريدني اعرف؟ ايش صاير فيهم؟ ما بعادتهم يصيروا كذاك؟ اكيد صاير معاهم شيء وما بغين يتكلموا، لكن من هي؟ انا بعرف وش السالفه. صالح ايش فيك؟ زكريا في شيء؟ ايش فيه؟ باين انكم ما منتبهين لعماركم بواش تفكروا. صاير شيء بالشغل؟ الشغل؟ لا ما صاير شيء، بس طردونا. انا وعدني احط ردنا، نحن وحدنا تركنا الشغل ما بقينا. مو الفرق عمي كذا ولا كذا واحد بعد مو. واش تقولوا؟ تركت الشغل؟ صحيح، ترى وجه السعد هو السبب. انتي جلسي يا فاطمة، أنا بعد الغداء بخبرك بكل شيء. يلا جلسي. Thank you.
كل ما زاد المبلغ بتزيد الأرباح، والألف غير عن الألفين، والألفين غير عن العشرين. أقول لك صالح، ليش ما تدور على مشروع زين وتشتغل فيه بدل ما تجلس تفكر؟ المشروع جاهز يا فاطمة، بس عاد من هنا اجيب فلوس؟ ما في فلوس. يعني ليش ما نبيع الأرض وتسوي المشروع اللي تريده؟ نبيع الأرض؟ كم؟ نبيع الأرض؟ والخدامة؟ أنا ما مع فكرة الخدامة في بيتنا، وبعدين أصلاً نحن ما محتاجين لخدامة، وكفاية أبو شفت بعيني. ها إيش قلت؟ خدامة؟ ما هي الخدامة؟ الخدامة حاضرين ولا أهمك، بنجيب خدامة، بس تعرفين أنا ما فاضح الأمور هذه، أنا وراي أشغال وأعمال. خلي هالبطل هذا زكريا يتابع الموضوع. عمي فكرني أنا ما فاهم شيء. عمي باغي يبعدني عشان هو يهتم في موضوع، بس هذا الموضوع أنا لازم أعرف. سليمة؟ أنا نصحك بأنك لا تبيع الحين، يعني اصبر لك كمين يوم، لأني سمعت أشياء تقول بأن الأراضي في هذه المنطقة راح ترتفع. لحظة. مرحبا أخوي صالح، مرحبا. هيا الله أستاذ عادل، كيف الحال؟ أي نعم معك صالح، صالح أي أنا إن شاء الله لا أراد الله باكر بمر عليك. أي نعم ان شاء الله. يلا احسن، امان الله امان الله. يلا والحين بدا الشغل يا صالح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني زين، أنا ما أحب المشاكل ولا أحب أدخل في سين وجيم. أتصل بفاطمة. فاطمة حبيبتي، أنا برسلك رقم الشخص اللي خلص المعاملة وانت عاد تفهمي معه. أقول حبيبتي فطوم، أنا صديقتك وجارتك العزيزة، وتعبت لين ما حصلت الخدامة، عاد راعيني. خلاص حبيبتي لا تحاتي، الأرض بتنباع ويتعدل كل الأمور إن شاء الله. بتصل فيش بعدين، مع السلامة. وش هالكشخة، وش هالحلاوة، أشوف إيش هالعطر، هي كذا كذا كباك كذا. الله يسلمك، كان عند حد من أصحابي، هو تاجر طيب كبير معروف وعزيز علي. نعم ما شاء الله، ما بتأخر إن شاء الله، ما بتأخر. قدامك الرحمن، قدامك الرحمن، بس ترى لا تتأخر على العشاء لأن بننتظرك. تعرف إحنا ما نقدر نتعشى من غيرك. شوف أنت، هي إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله عليك، شوية شوية. ها إيش اللي جالس يصير؟ أنا راسي بينفجر والله. زكريا؟ أيوة عمتي؟ تعال أريدك شوية. حاضر، هي والله إن شاء الله.
ما قلت لي ليش باخذ بيع الارض؟ الله يسلمك يا اخ عادل، انا محتاج لمبلغ، بيني وبينك عندي مشروع واريد ابدا فيه، بس ما خلي كم بدي. اسمعني يا اخ صالح، الحقيقه انت اخ عزيز علي وانا ما بغش، هذه الارض لها مستقبل بس ما الحين. كل اللي اطلبه منك انك تصبر على البيعه شويه، لاني بصراحه ما باغي انك تخسر. بس يا استاذ عادل، المشروع اللي ناوي اسويه ما يتحمل تاخير، وبعدين ترى ارباحه مضمونه. الحين الوقت متاخر، وبعدين نكمل كلام. بتوصل عند المكان اللي قلت لك عنه، وبتحصل هناك شخص ينتظرك اسمه رودين، وبتتصل على هذا الرقم. الكرة طويلة الأمام، حسن ربيع، كرة تتهيأ، ممكن بدر يلعبها، لكن أيضا الكرة مقطوعة من التسديد. هو بيجيك وبتتكلم معاه بكل التفاصيل. ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب أو تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الأحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ أو تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الأحوال. فيها الجود بذات تقرب الأمال، بس لا يكون ملاك حلم وخيال سراب، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حسن الحال، فيها الجهود بذات تقرب الأمال، حلم وخيال سراب، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. تلف وتدور وتلاعبك حواليك، الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، مرة تكون أنيس، مرة تلف وتدور وتلاعبك حواليك. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس.